السلام عليكم. الفيديو اللي خليتكم تسناو عليه بزاف حيت كانوا عندي شي ظروف ما سمحوش لي باش نوجدها دغيا، فغادي ندير غير اون بارتي منها، حتى من بعد عاد نقدر ندير اون بارتي وحده اخرى. دونك موضوعنا اليوم هو بغيت نقرا بيلوطاج في المغرب، اشنو غادي خصني، شنو لاج اللي نكون واصل ليه، شحال الفلوس خاص، شحال ديال لي زور دو فول كنجمع، واش كنلقى خدمه من بعد واش ما كنلقاهاش، شنو كيتحتم عليا ندير باش نلقى فاسيلمون خدمه، شنو لي فاسيليتي، واش كاين ايكول، اش من ايكول، واش خاصني نخلص الثمن كله، كلشي هادشي غادي نشوفوه في هذا الفيديو. واحد النصيحه نبغي نعطيها لك، خذها مني كصديق، الا ما كانش عندك لا باسيون لهذا الميتي هذا بلا ما ديرو، ماشي غير عندك الفلوس وكذا وبغيتي تولي بيلوت، ولا بغيتي تبقى تبوستي من بعد تصاور في انستغرام ويبقاو البنات كيكومونطيو لك وكذا وانت كدير لهم تصاور في الكوكبيت وكذا، الا غير هذه هي الفيزيون اللي عندك نتايا راك غادي تعذب في حياتك. الخدمه بهذاك الباسيون باش كتنسى العيا والستريس اللي كيكون فيه. اول حاجه كدير هي كتمشي للسبيطار ميليتير اللي كاين في الرباط، هو لوبيتال ميليتير، كتطلب ليهم ميديكال اكزام كلاس 1. هذاك ميديكال اكزام كلاس 1 ملي كديرو كيقول لك كلشي عندك بيرفكت، يور جود تو جو، ديك الساعه كتمشي ليكول ولا لاكاديمي. انا في هذا الفيديو هذه دابا غادي نهضر على لاكاديمي ديال المابا اللي كاينه في بن سليمان. معلومات سطحيه اللي بغي نعطيهم لك في الاول قبل ما ندخل في صلب الموضوع، هو انه لي زيتود كيبداو من الاكتوبر ايتش يير، اكتوبر كل عام كيبداو هاد لي زيتود هادو. جوج الحوايج خاصك تعرف، هو انه الصف كامل ديال المابا سي اكس او ان بي ال، ايكول ناسيونال دي بيلوت دو لين، ما بقاتش هاد ليكول على حسب العلم ديالي دابا، الله اعلم واش مازال ولا لا، مي انا في هاد الفيديو هادي غادي نهضر غير على لا مابا، مراكن افييشن برايفت اكاديمي، و سينس مابا ماشي ايكول، اكاديمي، لي زيكزام ديالها كاملين كيدوزو في لا دي اس سي، لا ديريكسيون دافياسيون سيفيل اللي كاينه في الرباط. القرايه ديال البيلوطاج كتقسم على جوج الانواع ديال القرايه، اشنا هما هاد الانواع هادو؟ كاين انتيغريتد، انتيغري فورماسيون انتيغري، هذيك كتكملها دغيا دو زون شي حاجه قليله كتكون كملتي، ولكن البري ديالها تيكون طالع. كاين من جهه اخرى موديولير، هاد الموديولير داروه على حساب الناس اللي ما يقدروش، ما عندهمش واحد لومبلوا فيكس وما عندهمش حتى لي ديبونس ديالهم ماشي فيكس، يقدروا يخلصوا غير مره هكا مره هكا. دونك دار هذاك الموديولير باش تقدر تخدم وتقرا اون ميم طون، مثلا تقدر تبقى تقرا غير في الويكاند تمشي دير لي كور ديال البيلوطاج ديالك. الفرق بيناتهم عاوتاني هو انه لا دوري ديال انتيغريتد كتكون قليله والثمن طالع، والعكس صحيح في الموديولير، الموديولير كيكون رخيص شويه ولا دوري ديالو طويله، راه مفهومه علاش. وواحد القضيه اخرى، بحال دابا كاين لي ليسونس مقسمين على لا تي بي ال اير ترانسبورت بايلوت لايسنس، كاين بي بي ال اللي كتجي وراها برايفت بايلوت لايسنس، و سي بي ال اللي هي كوميرشال بايلوت لايسنس، عاد كيجي موراها ليير اللي هو انسترومنت ريتين. هاد لي ليسونس اللي عاد دويت عليهم دابا، بالنسبه للانتيغريتد كتحيد عليك التيوري كامله في هذيك لا تي بي ال اللي هي كتبدا بها في الاول، كيبقى داكشي اي ليسونس اخرى كتبقى من بعد كيبقى فيها غير البراتيك. اما في الموديولر حيت كتقرا كل حاجه بوحده، كل حاجه كدوز التيوري والبراتيك اللي فيه. ناو الا مشيتي للمابا غادي تطلب لك فور دي سبسكريبشن، لانسكريبسيون غادي تطلب لك واحد 10000 درهم، هذيك 10000 درهم كدوز موراها واحد السيمانه اللي كتسمى الفونداسيون الفاونديشن، هذيك السيمانه كل نهار كضرب فول عرفتي ديلي، باش كتقرر واش هذا هو الميتي اللي فريمون بغيت ولا لا، كتبقى تطلع مع انستركتور كيوريك بزاف ديال الحوايج، واما انا جو بونس سيمانه سي سوفيزون باش انك تقرر تاخذ لا ديسيزيون اللي بغيتي دير. بالنسبه للبرايس كنت كنفكر نخليه حتى الاخر ديال الفيديو باش تبقاو معايا وتفرجوا في الفيديو كامل، ولكن شوف ما كاين لا غش لا والو، انا نقول لكم لو بري دابا هو الاول حيت واقيلا هي واحد كنقول واحد 70% ديال الانفورماسيون اللي كتقلب عليها. دونك لا مابا القرايه فيها بوغ 2 زون غادي تخلص 65 مليون 650 الف درهم. هاد 650 الف درهم الا بغيتي يقدروا يقسموها لك على جوج، يعني تعطيهم 35 ولا 30 مليون في الاول ودير الانسكريبسيون ديال كل المسائل، هذيك 10000 درهم ما داخلاش في 65 مليون اللي عاد هضرنا عليها دابا. دونك افترض انت
قادر تعطي 35 مليون في الاول، كتبدا المسائل ديالك، كتبدا القرايه ديالك وكل شيء، ا كونديسيون في الاخر ديال العام الاول خاص تكمل هذيك 30 مليون الاخرى اللي بقات. بالنسبه للناس اللي ما قادرينش وكيقول لك واش يقدروا يديروا معنا دي فاسيليتي ديال على 4 ولا على 5، راه بوسيبل، كتقدر تنيغوسي معاهم. غير هو واحد القضيه فهادي ديال تقسمها على 4 ولا 5 راه كتزاد عليك واحد 100 درهم، واحد 10 ديال المليون، دونك كتولي لا فورماسيون طالعه عليك ب 75 مليون انستيد اوف 65 مليون. علاش؟ لانه داروا معاك فاسيليتي قسموها لك على 5 وكذا، ولي بايمون ما عرفش واش تريمستريال ولا هادي سا ديبون، غير شوف انت هذيك المده هذيك على حسب شحال نيغوسيتي معاهم. فوالا انا مثلا كل 3 شهور غادي نقدر نعطيكم قدا وقدا، ولا كل 4 شهور ولا 5 شهور نقدر نعطيكم قدا وقدا. هذاك الشيء مسائل اللي كتبقى ما بين الاداره وليتيديون بيلوت اللي بغى يجي يقرا عندهم. دابا غادي نهضر لكم على لا ليسونس الاولى اللي فيها تيوري، هي اي تي بي ال اير ترانسبورت بايلوت لايسنس. هذه فيها 10 ديال لي ماتيير. هاد 10 ديال لي ماتيير اشنو هما؟ كاين الريغلومونطاسيون اللي هي ساهله، كتبان صعيبه في الاول كما اي حاجه. انا هاد لي زانفو هادو عارفهم غير من الريفيوز ديال البايلوتس اللي كيقراو في ديفرنت سكولز واكاديميز. انا ماشي بيلوت، ما كنقراش البيلوتاج، دابا عندي السيميلاتور ديالي كنتعلم فيه سيتو. دونك هادو غير ريفيوز ديال ستودنت بايلوتس، كيقول لك كتبان صعيبه في الاول ولكن راه ساهله من بعد. لا دوزيام ماتيير هي دغوا ايريان. هاد دغوا ايريان كيقول لك اسيدي فيه الحفاظه بزاف، ولكن حتى حاجه ما تخلعك. علاش؟ لانه انت الباشن هي اللي معاونك باش تشد لا ليسونس ديالك وتولي بيلوت ان شاء الله. ماتيير الثالثه هي فاكتور هومان، وكتسمى بالانجلي سي ار ام، كرو ريسورس مانجمنت. هادي عندها علاقه بالريليشن شيب، العلاقه اللي كتجمعك ما بين الكوموندون ديالك، ولا الا انت كنتي كوموندون العلاقه كتجمعك مع الفيرست اوفيسر ديالك لوبيل، خصوصا في لي سيتوياسيون ديورجونس وداك الشيء. المهم تو سكي ريلاسيون ما بين الكرو ليكيباج تكنيك. ماتيير الرابعه اللي هي ميتيورولوجي. هذه الميتيورولوجي سيدي هي كتقرا على لي توربولونس، ديفرنت تايبس اوف كلاودز، اي حاجه عندها علاقه بالجو. الحاجه الخامسه اللي غادي تقرا عليها هي نافيجيشن، كيخص تكون عندك واحد الميزه اللي هي رابيد بروبلم سولفين سكيل، خاص تكون عندك مع ديك اللعبه ديال كتحل المشكل دغيا. من بعد سيدي كتجي الماتيير ديال تكنيك دو فول، هي اللي فين غتعلم لي زاكس ولي فورس اللي كيتابليكاو على الطياره في لي موفمون ديالها وكل شيء. كاينه ماتيير ايكيبمون افيون وماتيير ايكيبمون دو بور. غادي تقول لي ايكيبمون دو بور راه وسط لافيون، علاش طان هادي؟ المهم كانوا بجوجهم ماتيير وحده، ولا دابا كل ماتيير بوحدها. واحد لا ماتيير توب نكون صريح معكم، ما عنديش عليها بزاف ديال لي زانفو، مي اون جينيرال عندها علاقه بالنافيغاسيون ترانزاتلانتيك. وشنو كيجي في الاخر؟ لونغلي. لونغلي اللي خاص يكون عندك من الاول، الكوميونيكيشن بدا تخدم عليه من دابا قبل ما تقيد في ليكول. عندك 18 عام، عندك 17 عام، مازال كتقرا في الباك دوزيام اني انجينيور ولا هادي، سير قرا لونغلي. لونغلي راه مهم، غادي تحتاجو في الكوميونيكيشن مع الاي تي سي، مع الاير ترافيك كنترولر، غادي تحتاجو في حياتك كامله لونغلي. المهم في هاد لا ماتيير هادي ديال الانجلي غادي تقرا لونغلي تكنيك، فيه دو تيست اكري وفيه واحد اورال، اللي ملي كتعلم لا فرازيولوجي وداك الشيء كتدوز فيهم امتحان. حتى من الالفابي اللي كاينه في لافياسيون سميتها الفونيتيك الفابيت، مثلا ما كتقولش ا بي سي دي، كتقول الفا برافو تشارلي دلتا اند سو اون. هنا سالينا الهضره على هاد لا تي بي ال، الا لاحظتوا ما هضرت على حتى شي اور دو فول، فلاين اورز، وات سو ايفر، ما هضرتش على داك الشيء حيت هذه كما قلنا غير تيوري. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي نكمل لكم على لي ليسونس اللي بقاو. يو بلا ما نحتاج نفكرك، سبسكرايب شير لايك باش هذا الشيء اللي وصلك نتايا ما تخليهش غير لراسك، كما درت انايا ملي تعلمت هذا الشيء كنبارطاجيه معكم نتوما لتعم الفائده. ما خاصش تكون اناني. Selfishness has no place in aviation. See you soon.